بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تسجيل لمنظومة إبراز الضمير، نظم الإمام محمد بن عبد السلام الفاسي رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: أحمد ربي الذي منحني تفضلا حفظ كتابه السني، ثم أوالي للرسول الطاهري ذي الحسب الأنقى الرفيع الظاهري، محمد أزكى الصلاة والسلام وآله وصحبه على الدوام. وبعد ذا فإنني سأذكر من أوجه الخلاف ما قد صدروا، حال الأذى مما حواه الحرز لمقرئ السبع هداك العجز. وإن تقل ما موجباته التي قضت علينا باتباع الجلة، فهي أن صاحب التيسير ذا العلم والإتقان والتحرير قد نص في كتابه في بعض ما قد صدروا على اختياره علما، وبعضه في غيره قد اصطفاه من كتبه، فالزمه ديت مصطفاه. والبعض لم يذكر لديه خلفا، والبعض من طريقه قد يلفا، وبعضه قدمه في الذكر، والبعض من روايتين يجري، وبعضه ذكره تصريحا وعم في نظيره تلويحا، وبعضه لكونه منصوصا عن الإمام فخذ النصوصا، وبعضه قد قال عنه وبه آخذ فاعلمنه وانتبه، فاعتمد القدوة في الإقراء هذه المعاني لدى الأداء. وصدروا بكل ما حواها إلا لموجب دعا سواها، فاتبع الهداة فيها وقتدي بفعلهم ندى الأداء تهتدي. وبعض ما فيه الخلاف وارد قد جاء عنهم بوجه واحد، لذا تركت ذكره والعذر لهم جواز لقتصار فدر. نعم ولا أذكر حكم الهمزة في الوقف عن هشامهم وحمزتي، لطول ذيل مع ما اختص به من كتب توضحه، فانتبه. رجوت من ربي قبولا فيه والأجر والنفع بما يحويه، ومنه جل أسأل الإعانة والرشد والتسديد في الإبانة. بالسكت بين السورتين صدرا لمن له الوجهان وأكس لم ترى، بفلق لعلة التداخل بصنع إرداف بلا تجاهل، إذ وصل سابق له ما ارتفعا بالوقف وسط صورة وانقطعا. وصدروا بسملة الزهر على سكت بعكس العصر للذي خلا، إشباع مفصول لعيسى قدما كذا الدوري منحت النعما. بخلف صدر لسكت المنفصل كذا لخلاد بشيء وبأل، ولهشام صدرا تسهيلا بباب آ أنت تكن نبيلا. وصدر الإضجاع للبصري في الناس مجرورا يا صفي، وقدم الدوري وجه الإخفاء بباب يشعركم وذا لا يخفى، إدغام راء الجزم والوقف بلام عنه يصدر لدى كل الأنام. وما في الاستفهام إن جرت فقف بالها مقدما للبز لا تخف، ألف إبراهيم في البكر مضى مصدرا عن ابن ذكوان الرضا، وقدما لأحمد البز لدى أعنتكم تسهيله تنى الهدى. يبسط مع بسطة الأعراف قرى خلاد الصاد به مصدرا، ونجل ذكوان بسين يبسط يبدأ وصاد بسطة لا شطط، فزاد مع باب الحمار أضجعا مقدما عن ابن ذكوان اسمعا. وابن كثير صدر الإظهار ببا يعذب من ولا إنكارا، بآو نبئكم آو انزلا مع آو القيا هشام أدخلا، مصدرا لكن في الأخيرتين زاد مع المد أخيرا بين بين. نوته مصدر هشام فيه وبابه القصر بلا تمويه، تفكهون ما اعتمنون يرى أحمد شدا لتابه مصدرا. وصدر الرضا هشام بالخطاب بيحسبن قتلوا بلا ارتياب، وفتح آتيك معا ضعافا صدر لخلاد ولا تخافا، مال بأربع علي صدرا وقفا على ما ثم لام لم ترى.
ولام بل أدغم بطاء طبعا، بدأ لخلاد وقيت الطبعا، كذاك عن حفص علي أضجعا، بدأني يواري فأواري معا، بباب إن هشام أدخلا، مدا مصدرا وقيت الخبلا، يضجع فتحتي رأى عن ابني، بكوان قدم إن تلاها مكني، وإن تلاها ساكن ففي الأدى، قل شعبة بفتح همزها بدا، وصارح قدم فتح رائيها، إن انتفى الساكن من ورائها، ولهشام خف نون يسبق، من قبل في الله وذا محقق، ولابن ذكوان فصلها أقتله، مصدرا فحققا هو قتله، في إنها إذا فصدر كسرا، عن شعبة بذاك حقا يقرا، نون خبيثة ورحمة جلا، عن ابن ذكوان بكسر أولا، وبيئة كجيئل مقدم، عن شعبة على بئيس فاعلموا، وبدأ بثبت اليابكي دون فلا، وصلا ووقفا عن هشام ذي العلا، وحرف هار مع أدرى يضجع، مقدما عن ابن ذكوان فعو، وقل ولا أدراكم لا أقسم، بيوم بز مده يقدم، وخف نون قدما مع ثقلتا، تتبعان لابن ذكوان أتى، وقنبل قدم قصر نرتعي، كذا هشام فتحتاه تيعي، وباب ييأس قدما لأحمدا، قلبا وإبدالا به نلت الهدى، والهمز من أفئدة قد أشبعا، هشامنا مقدما فاستمعا، بشركائي صدرا للبزي، أحمد الرضا بحذف الهمز، ولابن ذكوان بأولى يجزيا، غيب مقدم فحققا وتلوا، نأى معا بهمزتيه أضجعا، لصالح بدأ وكن مستمعا، ويا أتسألني بكهف قدما، إثباته عن ابن ذكوان أعلما، لشعبة فقال آتوني سبق، مد بإثر همزة القطع التحق، في ياء مريم يرى السوسي، فتحا مقدما أيا ذكي، بأئذا ما مت قدم خبرا، عن ابن ذكوان أخي واعتبرا، بيتقي خلادهم إسكانا، يرى مقدما فعل بيانا، أثبت آتان بوقف أولى، حفص وقارون وحبر بن العلا، وضم وافتح تخرجون أولا، عن ابن ذكوان ولا تهولا، كسفا بروم لهشام صدرا، إسكان سينه ولا تحيرا، وحفصهم لدى ثلاث ضعفا، يقدم الفتح فحقق كشفا، أحمد مع حبر بدا بيائي، ساكنة مكان همز اللائي، والهمز من إلياس قدم وصله، عن ابن ذكوان وحقق أصله، ووزن فعل قدما لقنبلي، بالسوق والأعناق واسأل تأتري، يرضه بالإسكان هشام يبتدي، فيه كذا الدوري فاحفظ تهتدي، ولهشام صدرن بين بين، بفصلت أينكم من دون مين، ولهشام قدما تثقيلا، بزخرف لما تكن نبيلا، خطاب تنذر لبز صدروا، ومد آنفا كذاك ذكروا، وصدروا إدغام باء لم يتب، بالفال خلاد ولازم الكتب، ووقف المكي بالياء على، ينادي أولا فخذ نقلا على، صاد مسيطرون عن حفص جرى، مقدما قبيل سينه يرى، وقدما إشمام خلاد على، إخلاص صاده تكن مكملا، وكسر شين المنشآت يبدى، به لشعبة أخي حال الأذى، يطمث بأولاه بدا الكسائي، بالضم والكسر بثان جائي، وضم شينين شزو معا يرى، تقديمه عن شعبة بلا امترى، وأنثن عن هشام أولا، كي لا يكون دولة وبتهلا، أدغم بزينا أخي دال لقد، عن ابن ذكوان الرضا بدءا بقد، يذكرون يؤمنون قدموا، غيبهما عن ابن ذكوان اعلموا، هشامنا يرى بلام لبدا، ضما مقدما على كسر بدا، مد سلاسل بوقف يبتدا، عن ابن ذكوان وحفص أحمدا، خلادهم بملقيات قدما،
لظهار معتاء المغيرات علما مسيطر إشما مصابه قبلي بدءا لخلاد فحقق وانقلي إثبات ياء الواد في الفجر قلي مقدم في الوقف عند قنبلي وقصر همز أن رآه قدما له على مختار مد فاعلما وسكنا في الكافرون يا ألي لأحمد البزي بدءا تعتلي وقدم التكبير للبزي وزد هيللة معه له ولا تزد أو زد بثالث الوجوه حمدا من دون والناس تكمل قصدا وها هنا انتهى وحمد الله يصحب ختمه بلا تناهي ثم على نبيه الشفيع محمد ذي الحسب الرفيع صلاته مع السلام السرمدي والآل والصحب وكل مهتد.